الثالث الابتدائي الترم الثاني اكتشف سلاح التلميذ درس 116 المحور الرابع الفصل الثالث الدرس السادس كاريكاتير. الكاريكاتير هو مجموعة من الصور البسيطة المتتابعة تحتوي كل صورة منها على كلام قليل يحكي قصة قصيرة أو يناقش موضوعا بطريقة مبسطة، ونظرا لأنها قصة فيجب أن تكون لها بداية ووسط ونهاية. نشاط واحد، لاحظ الصور الآتية ثم أجب. نادر، الصحيفة وصلت. ما هذا؟ نادر وجد مقالا أعجبه. كرمة، تعالي لتري، تم الانتهاء من تجديد الحي. ماذا يعني هذا يا نادر؟ يعني أن هناك تغييرا كبيرا حدث بالحي. ألف، أكمل كما بالمثال. المكان، المنزل. الحدث، الأم تنادي ابنها. المكان، منزل نادر. الحدث، نادر يقرأ الصحيفة. المكان، منزل نادر. الحدث، نادر قرأ خبرا بالصحيفة. المكان، منزل نادر. الحدث، نادر يشرح لكرمة الخبر بالصحيفة. به، أكمل الجمل الآتية. موضوع الكاريكاتير يتكلم عن خبر مهم بالصحيفة. 2، شخصيات هذا الكاريكاتير هي نادر وكرمة ووالدة نادر. نشاط 2، اقرأ ثم أجب. ألف، رتب صور الكاريكاتير الآتية. هنا هو مرقم لنا. 1، أنا أتدور جوعا، ماذا سنفعل؟ هنا البداية المشكلة. هل ترون شجر الموز على الجزيرة الأخرى؟ نريد أن نعبر لها. التفكير في حل المشكلة. يبقى رقم 2، لقد وجدت خشبة طويلة، يمكن أن نسبح بها للجزيرة الأخرى. يبقى هنا 3، بعد التفكير والبحث لحل للمشكلة وجدوا حل للمشكلة، ناقص ينفذوا هذا الحل اللي هم وجدوه. الآن أصبحنا بأمان، نفذوا حل المشكلة، وده آخر حاجة. 4، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة غير الصحيحة. 1، الطعام في الجزيرة الأولى كان متوفرا للقرود. خطأ، دول كانوا في مشكلة. 2، الجزيرة الثانية كان بها طعام كثير للقرود. صح، عشان كده فكروا إزاي يروحوا ليها. 3، شعر القرود بالأمان عند وصولهم للجزيرة الثانية. صح، شعروا بالأمان من الجوع. 4، لم يجد القرود وسيلة للانتقال إلى الجزيرة الثانية. خطأ، وجدوا الوسيلة ألا وهي خشبة طويلة.